جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل يقول: كثير من النساء عندنا يذهبن إلى العرافين ونحن نقول لهن هذا حرام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفع ذلك، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الذهاب إلى العرافين باطل ومنكر، لأن العراف هو الذي يدعي علم الغيب، قد يدخل فيه الساحر والكاهن وكل من يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات وعن المستقبل، وهذا أمر باطل وكفر بالله عز وجل. نعم.